دام، وكان ادخله بالمره تشاك نوريس. ليه لا؟ كان ادخله بالمره سيلفستر ستالوني، ويبقى ذا اكسبندبلز فور سوبكي فور رودكشن. ازيكم يا جماعه؟ النهارده حلقه جديده في ستيفلر رياكشن على هوم سينما، والتريلر اللي هنعمل له رياكشن هو فيلم حمله فرعون، واحد من الافلام المرتقبه في عيد الفطر. تقريبا هيبقى ده اخر فيلم هيتعمل له تريلر رياكشن في افلام العيد. عملنا اوريدي تريلر رياكشن بتاع كازابلانكا وبتاع فيلم الممر، ودلوقتي هنعمل تريلر رياكشن بتاع حمله فرعون. تقريبا ده هيبقى اخر فيلم هيبقى ليه نصيب تريلر رياكشن هنا على هوم سينما، لان اللي عرفته ان افلام العيد التانية يعني اللي هتنزل هيبقى سبع البرومبا ومحمد حسين. محمد حسين ده بتاع محمد سعد، فيلم بتاع محمد سعد، يعني حتى البوستر بتاعه مش يحمسك انت تتفرج عليه، غير انه اصلا البوستر مقتبس بالظبط من فيلم بين جون مالكوفيتش، بتاع فيلم بتاع جون مالكوفيتش، هو نفس البوستر بالظبط. فما اعتقدش ان هيبقى ليه تريلر رياكشن، وما اعتقدش اصلا هنتفرج على الفيلم. الفيلم الثاني اللي هو سبع البرومبا اللي هو بتاع رامز جلال، ما اعتقدش ولا هيبقى له تريلر رياكشن، ولا هيبقى له ريفيو، ولا هيبقى له اي حاجه خالص. فهو ان شاء الله هيبقى معانا في العيد باذن الله هو كازابلانكا وفيلم الممر. حمله فرعون لسه ما شفتش طبعا التريلر، هشوف الاول التريلر وبعد كده هدي انطباعي، هشوف لو هقدر اشوفه في العيد كمان ولا لا. بس هو اللي كازابلانكا والممر الفرشور يعني اللي هتفرج عليه. بس دول الافلام اللي هتنزل تقريبا في العيد، كازابلانكا والممر ومحمد حسين وسبع البرومبا وحمله فرعون. بالنسبه للفيل الازرق 2 وولاد رزق 2 اتاجلوا للعيد الكبير تقريبا، وكان في فيلم تقريبا لاحمد حلمي برضو متاجل، كان المفروض كان هينزل في العيد الفطر وبعد كده قالوا هينزل في العيد الكبير وممكن يتاجل تاني، كان اسمه خيال مآتة مع منى شلبي وخالد الصاوي. وفي كنز طبعا، الكنز 2 برضو، بس انا الكنز الاولاني بصراحه ما عجبنيش، فما اعتقدش ان انا هتفرج على الجزء الثاني. يعني تقريبا كل ده اتاجل للعيد الكبير يعني. بس ما عنديش كلام تاني اقوله. دلوقتي هنتفرج على تريلر ما شفتوش ولا مره كالعاده، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، فيلم حمله فرعون. يلا بينا. In war, no one is innocent. There are victors and losers. Keep the faith. Killers and casualties. Rakabne kya? Dam be dam. Wal am ar-ragel yadin. Jay lak fi hawar kabeer. Haya aw mut. فلوس الحشيش فين يا يونس؟ بدل ما اقلعك اللي تحت كمان. ودلوقتي معانا ملك النشان راضي العفريت. صاحب ليه عند صاحبه يا فرعون؟ مصلحه فيها 10 مليون اخضر. وانت بقى بالصلاه على النبي، عايزنا نروح برابطه المعلم نجيب الفلوس من هنا. مظبوط. ما في غرباء غيركن، عن أي غرباء عم تحكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. Hello everyone, my name is Frank, and I am your savior.
التريلر عجبتني، وفي حاجات في التريلر بصراحه قفلتني شويه. بالنسبه للمشهد بتاع ممثل اسمه رامز امير، حاسه هو مقتبس نفس الشخصيه بتاعت الشخصيه اللي كانت طالعه في فيلم بان ليو 13 اللي هو ديستريكت 13. ده فيلم فرنساوي، فيلم فرنش، اللي هو الولد اللي كان بيلعب باركور ده وبينط من فوق سطوح، وكان الفيلم كان عباره عن تهريب مخدرات، وكانت اخته كانت موجوده فيه وحصل مشاكل وكان عايزين يخطفوا اخته، لو ما كانش رجع اخته كان هيموتوها وكان هيدوا له المخدرات، حاجات زي كده يعني. هو تقريبا مقتبس نفس الشخصيه اللي كانت في الفيلم الثاني. وفي كان برضو كذا حاجه برضو انا استغربت من مايك تايسون. انا عارف مايك تايسون مسلم وكل حاجه، بس مايك تايسون على حسب ودني ما سمعت ان مايك تايسون كان بيقرا الفاتحه، بس انا مستغرب يعني هو بيقرا الفاتحه من نص القران، هو ازاي؟ انا مش فاهم يعني، هو هي الفاتحه بقت في نص القران دلوقتي ولا ايه يا جماعه؟ او يمكن ما يكونش ده قران، ممكن يكون كتاب عادي وبيقرا الفاتحه، بس تقريبا ده قران تقريبا يعني، ده قران وهو بيقرا الفاتحه، بس ازاي الفاتحه في نص القران؟ مش عارف بصراحه، دي غلطه من المخرج يعني. هو فعلا ميكس ما بين اكسباندبلز وميكس ما بين شمس الزناتي، بس اوفر اول يعني والله شكله مش وحش يعني، شكله تمام يعني، بس مش عارف هيبقى معانا في العيد ولا مش هيبقى معانا في العيد يعني. هنعمله مراجعه ولا لا؟ بس هو زي ما قلت فور شور هو كازابلانكا والممر هنعمله مراجعه. ما اعرفش بالنسبه لحمل فرعون بقى، ما شدنيش قوي بصراحه يعني، على الرغم ان انا برضو مش من محبين عمرو سعد. لو كان في حد تاني غير عمرو سعد كنت ممكن اقول ماشي. الكاست في عمرو سعد وروبي ومحمد لطفي وفي حمدي المرغني ورامز امين وفي احمد التهامي وحوريه فرغلي، بس ما ظهرتش في الاعلان. وفي كمان دلوقتي شفت مايك تايسون وفي بيج رامي وفي ذا ماونتن بتاع جيم اوف ثرونز. وعرفت برضو كمان ان في بيومي فؤاد واحمد فهمي طالعين ضيوف شرف. احنا شفنا احمد فهمي في التريلر بس ما شفناش بيومي فؤاد. التاليف من كريم حسن بشير والاخراج لرؤوف عبد العزيز. بصراحه الكاست مش عاجبني قوي اللي في الفيلم. كنت شايف انه كان ممكن يبقى الكاست احسن شويه، على عكس برضو عمرو سعد. لو كان في حد تاني غير عمرو سعد كنت ممكن اقول ماشي يعني. اللي انا شايفه هيبقى حلو في الدور بصراحه فيهم كلهم، حاسس ان هو محمد لطفي حاسه هو هيبقى عامل دور حلو. وفي برضو حمدي المرغني مش عاجبني قوي في الدور، بس هو ده بقى اللي هيبقى اللي هو الافيه بتاع الفيلم يعني. هتلاقي برضو في وسط الحرب هيبقى هو الافيه يعني بتاع الفيلم، هتلاقيه بيرمي افيهات كده في وسط الحرب، زي بالظبط انطونيو بانديراس في فيلم اكسباندبلز الجزء الثالث، هو اللي دايما كان بيرمي الافيه كده في وسط الحرب والكلام ده كله. نسبه ترقبي للفيلم بصراحه 6.5/10، مش اكتر من كده. معرفش زي ما قلت هيبقى معانا في العيد ولا لا، بس اللي خلاص فور شور اللي هنشوفه هو كازابلانكا والممر. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.